من هذه اللحظة نمارس صلاحياتنا الدستورية بأمر من جلالة الملك، والهادي لنا هو كتاب التكليف الملك السامي اللي طلعتوا عليه كلكم قرأتموه في محاور العشرة والواضحة تماما فيها لتشكيل هذه الحكومة، والتي أطلق عليها جلالة الملك تسمية الحكومة الانتقالية. ونحن أنا تلقيت كتاب التكليف، وسيكون هو الأساس والذي سيبنى عليه أيضا البيان الوزاري الذي سأتقدم به لمجلس الأمة بالسرعة الممكنة. دستوريا لدي شهر، ولكن إن شاء الله سأختصر المدة كاملة بالقدر اللي أستطيع فيه، وأتقدم إلى مجلس الأمة، إلى مجلس النواب عفوا، لنيل الثقة على أساس ذلك البيان الذي سيكون مستند إلى كتاب التكليف الذي غطى نواحي كثيرة لنقل، وهذا ما يهم جلالة الملك، وهو يدعو إلى ذلك منذ زمن بعيد، لنقل المملكة من حالة إلى حالة إن شاء الله. فمهمة هذه الحكومة بالتعاون مع السلطات الدستورية الثانية والأخرى وأيضا المجتمع الأردني بكافة أطيافه، وعندما أقول المجتمع الأردني أقول من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب بكافة الاتجاهات والمكونات، ولكل حق أن يقول رأيه بكل انفتاح وسعة صدر، وبإذن الله نعبد الطريق جميعا إلى ما يصبو إليه جلالة الملك وينتظر الأردنيون جميعا. فهذا حد الآن لسه يعني ما بديت، وأول شيء الآن سأذهب إلى دار الرئاسة التي لم أدخلها بغض النظر عن ما قاله الإعلام أنه في الرئاسة ويشاور وما يشاور. أنا لم أدخل إلى رئاسة الوزراء حتى حلفت اليمين الدستورية، وأول لقاء سيكون مع رؤساء السلطات، رئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب وأيضا رئيس المجلس القضائي، ثم نعقد جلسة مجلس وزراء فقط لوضع الأمور في نصابها بين أصحاب المعالي الوزراء وليتعرفوا على بعض أحيانا. واحد والله يا سيدي، اولا فيما يتعلق في عامل الوقت، اولا نحن في حاله عامل الوقت حامل مهم جدا، السرعه وليس التسارع، لا شيء على حساب النوعيه، لا شيء على حساب التوافق. والان قانون الانتخاب، اذا كنت انا رجل دستوري واحترم المؤسسات الدستوريه والنسق الدستوري، هذا القانون او مشروع القانون كانت قد أرسلته الحكومة السابقة، ويجب أن نفهم أننا امتداد لبعض، نحن الحكومات امتداد لبعض. إذا كان هناك أي شيء بحاجة للتعديل فلسفيا من وجهة نظر الحكومة القادمة، هذا لا يعني انقلابات. ولذلك أنا أحترم ما نهجت إليه الحكومة السابقة أن أرسلت القانون إلى مجلس النواب، وهو بعهدة مجلس النواب الآن، وسأتعامل معه من تحت القبة بحقي أيضا في النظام الداخلي وحسب الدستور في أن أضع ما أستطيع من مداخلات، ولكن أصبح القانون في عهدة مجلس الأمة، من مجلس النواب يتحرك إلى مجلس الأعيان. واللي فهمته أيضا بأن مجلس النواب سيفتح باب النقاش والحوار، وهذا لا يعني أنني أنا في تحضيري للبيان الوزاري لن أشارك الجهات الأخرى حتى خارج الدستور بطبيعة الحال في تهيئة هذا البيان، ونستمع لكل الآراء اللي ممكن أن تكون مطروحة يا سيدي وادي عربة، احنا بنحكي عن 18 سنة، وإذا عاد الزمان، إذا كان هذا تكليف وطني من أجل هذا الوطن، ليس فقط واضع عربة، إنما أذهب إلى أقصى الدنيا
من أجل هذا البلد، وهذه اجتهادات نحترم رأيهم. شكرا لكم. شكرا يا أخوان.